التصدير خلال 2020 وصل معدله المعدل اليومي الى 677 الف برميل نفط يوميا خلال ماهوش 200 وذاك. صدرنا كذلك المعدل 80 الف برميل يوميا من الكوندنسا يعني هو نفط خفيف. صدرنا كذلك 180 الف برميل يوميا نتاع الغاز البترول المميع الجبال، والمجمول 937 برميل يوميا نتاع نفط ومشتقات، وهذا الحس السائل فقط. أما كاين ثاني كذلك 40 مليار متر مكعب نتاع غاز طبيعي.